طلاب، بعد ما شرحنا الجزء النظري وعرفنا عادات التدوير، هسه راح نجي نشتغل الجزء العملي. الجزء العملي اعطيتك 4 برامج انا جهزتها وحاولت اشتغل حتى اشوف ايش راح يطلع من الناتج، بس راح نعيدها هسه من جديد. اوكي طلاب، اعيد شغلها من جديد. فانا عندي 4 برامج وكل برنامج منطيني عجز معين من عزات التدوير حتى اشوف قيمه الايش قد راح تصير وقيمه الاف ايش قد راح تصير. فانا هسه اجي اقول له رسيت ميموري 2000 نيكس، ادي ادخل اول كود اللي هي 3 اي نيكس بي 6 نيكس 3 7 نيكس 1 7 نيكس و سي اف نيكس رسيت اس اي 2000 نيكس نيكس فور شيفت اكزام اي، اذا بي 6. اشوف الاف قيمة الاف 44، بي سي اتش 20، بي سي ار 02. اوكي نرجع نقول له فول شيف اس اي نيكس فول شيف اكزام اي، اذا بي 6. هسه راح اجي على الاف اللي هي 45 لان صارت عملية تأثير. اوكي بي سي اتش 20، بي سي ال 03. اوكي فول شيفت اكزام اس اي نيكس فول شيفت اكزام اي، اذا صار عندي هنا شنو 6 دي، صار عندي عملية تدوير. نيكس اروح اشوف الاف، الاف صار 47، بي سي اتش 20، بي سي ال 04، فول شيفت اكزام نيكس فول شيفت اس اي. اذا هاي نهاية برنامج مالتي، فقط البي سي اتش بي سي راح يتغير 00 و 08. اوكي هسه اجي على البرنامج الثاني. انا هنا لين قبل شوي من دخلت البرنامج الثاني شو نفس الارقام، بس خلينا نمسح ونشوف نتاكد، يعني اطفي واشغل الجهاز، ارجع ادخل البرنامج من جديد واقول له 2000 نيكس 3 اي نيكس بي 6 نيكس 3 7 نيكس و 07 نيكس سي اف نيكس رسيت اس اي 2000 نيكس نيكس فول شيفت اكزام اي، اذا هنا على بي 6 والاف 44. اوكي 02 فول شيفت اكزام نيكس فول شيفت اكزام اي، اذا هنا على بي 6 والاف صار 45 كما هو، و بي سي اتش 20 و بي سي ار 03. اوكي هسه اللي عازي ورا المفروض هسه يصير عندي عاز تدوير اللي هو الار ال سي، صار هسه اجي ابحث فصارت ايش قد 6 دي 6 6 دي. اوكي المفروض الاف فصار هنا 47، طبعا هم متاثر 47. اوكي والبي سي اتش 20 والبي سي ال 04 فول شيفت اس اي نيكس فول شيفت اكزام اي. اوكي 47 و 0008. هسه اجي على برنامج الاخر، اجي على البرنامج الثاني اللي البرنامج الثالث هو ار اللي استخدمه عاز ار اي ار. اوكي رسيت ميموري عفوا ميموري 2000 نيكس 3 اي بي 6 37. اجي هنا أنا اخلي لي عاز هو 1 اف اللي هو مال ار اي ال و سي اف نيكس رسيت اس اي 2000 نيكس نيكس فول شيف اكزام اي بي 6 والاف 44. اوكي مضبوط فول شيف اس اي نيكس فول شيفت اكزام اي 45 صار الاف بي سي اتش والبي سي ال فول شيفت اس اي نيكس فول شيفت اكزام اي. هنا صار الرقم هو شنو دي بي دي
بي. اوكي الرقم تغير ونشوف الاف. الاف صار هنا 44، كان 45 صار 44. اوكي وبي سي اتش 20 وبي سي ال 04 فول شيف اس ان اكس فول شيف اكزام اي دي بي. فهي نهاية البرنامج. اوكي اجي هسه اللي عازل ورا الاخير ادخله 3 اي بي 6 37، وهنا مكان 1 اف راح يصير 0 اف و سي اف نسيت اس اي 2000 نيكس نيكس فور شيفت اكزام اي بي 6 44 فول شيفت نيكس. هنا هسه اس تي سي طبعا تغير. اوكي تغير فراح يصير عندي عملية تدوير هسه بلي عازل لاخ فصار 5 بي. اوكي والاف صارت 44 يعني كان 45. اوكي و بي سي اتش 20 و بي سي ال 04. اوكي نهاية برنامج فور شيف نيكس اي. هاي البرنامج ماتي اللي اشتغلناه عمليا والجدول ماتي اللي سويناه. اوكي طلاب هذا الجزء العملي بسيط، كل حالة عرفناها في حالة الـ RAL جدد غيرت القيمة، وفي حالة الـ RLC، وفي حالة الـ RAR، وفي حالة الـ RRC. اوكي طلاب R اوكي اوكي شكرا لكم طلاب.